لا تقول حوايج فراسكم هي اول اهلا وسهلا لافاميلي كي درتو لاباس عليكم كنتمنى تكونوا مزيان وصحه مزيانه الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديال ايلي فاميلي فما عليك الا تهبط دابا وضغط على زر الابوني وكذلك تفعل الجرس وما تنساش دير معاك واحد الكومونتير زوين باش لا فيديو اللي جاي نطلعوا بزاف ديال الكومونتيرات كيف ما كتشوفوني عارفه راسي باللي تعطلت عليكم ديال بصح اخر مره كنت حطيت لكم بوست في لاشين يوتيوب وقلت لكم شنو هما الفيديوهات اللي تبغوني نصور لكم المره الجايه وكل شيء يكون فوتيتو على التحديات ايوا يا خوتي ها حنا رجعنا لكم بتحدي جديد وجمعي الكليكه ديالي اذا نتوما ما تحشموا لا تهبطوا ديروا دابا واحد اللايك وكذلك كومونت اللي يكون زوين المهم التحدي وما فيه اللي غادي نلعب انا والخوت ديالي غتقول لي شكون هما خوتك عاوتاني معايا دعاء فاطمه الزهراء وكذلك معنا يونس غادي نديروا التحدي ديال الثقه فراسكم راه قبيله كنقلبوا على واحد الجبيل فين غادي نديروا التحدي هذا ماشي جبيل وانما هو راه جبل ديال بصح اخوتي هذاك الشيء علاش يلا خوتي ليتس كو قبل ما نكملوا الفيديو ديال اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد القناه اللي غزاله بزاف كما كتشوفوا هنايا خاصه غير بالطبخ هذه القناه هذه ديال خالتي ربيعه بطبيعه الحال قناه اللي زوينه بزاف كل ما كيتعلق بالطبخ الحلويات كتواجد هذه السيده هذه كاينه بقلميم يعني اي حاجه عندكم سواء مناسبه عرس طهاره ليكم كتصايب مملحات المسمن التريد اي حاجه كطيح لكم في البال راها كتصايبها وخدمتها نقيه ما شاء الله وكطيب كذلك في المناسبات والاعراس والحفلات المهم غادي نخلي لكم جميع المعلومات ديالها في صندوق الوصف وكذلك لاشين ديالها في صندوق الوصف هذه السيده هذه راه كاينه بقلميم بطبيعه الحال كتواجد في شارع الخرشي يعني كاع المعلومات ديالها غنخليهم لكم لتحت وكذلك النمره ديال التليفون ديالها عرفتي اخوتي شحال ضربنا ديال الطريق باش يلا لقينا هذا الجبل هذا وغنضربوا مسافه فراسكم نتوما دابا غاديين مشادين السون عندي لكم واحد البلان انت ويا غديروا التحدي شكون اول وحده فيكم غتوصل للجبل يلا واحد جوج ثلاثه انطلقوا وي وي دعاء هي الاولى وصلات وي زعما يوسف زعما باش يوصل للجبل وي 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 هما كيقربوا الجبل كيما علم بزاف اخوتي ري اخوتي بزاف خاطر يوسف خليناه اول دعاء اول وحده هي دعاء اول دعاء هي الاولى وفاطمه الزهراء شوفوا يونس فين ولا يلا صاحبي ناري سخبنا يا خوتي هادشي كامل باش نديرو تحدي وناري خوتي ناري خوتي ياك يونس اللي قلت لكم اللور ها هو المسخ طلع هو الاول هو دعاء ناري وناري شحبتي فاطمه الزهراء تبعاه واخيرا اخوتي ما مشينا حتى درناها عرفتي البنات والدراري عرفتي شوفوا لي دابا هنايا انا راه عرفتي كيبان لكم قريب ولكن هو راه خطر ديال بصح طلعنا من الجبل من لهي وما لقيناش البلاصه كيفاش غادي حيت ضربه فينا الشمس وداك الشيء وجينا لهذا القنت هذا عرفتي اللي طاح مشى ومع الشجر اللي طاح مشى عندي لكم الزراعه ناري عرفتي ياسر شوف كيفاش تبان المدينه من هنايا ناضيه المهم الزراعه وداك الشيء تألم ديول لهي تأمل تألم شو ديول لهي شوف كيفاش كيفاش كتبان لكم قد هكا المهم دابا شكون فيكم اللي غيثق فيا ولا شكون فيكم اللي غيثق فيا باش نلعب معاك انا راه ما فهمتش اللعبه باش نلعب العبوا تحدي ديال الثقه اي زيد شرحي لي كتثق فيا انت اصلا كتثق فيا علاش كيفاش علاش معاش حتى تثق فيا انت الثقه العليا تثق فيك انا اش غندير دابا صافي يلاه نوض اجي نقول لك شنو غندير نثق في اختي انا ما نعرف يلاه سير انت دابا كتثق فيا اي يلاه وقف انت تما هنا انك لوكس كسوي اي انت الدار مازال راه عيش يلاه دابا خصك تسند اللور شكون فين تسند اللور كيفاش تسمى؟ اللور دير بحال هكا واش انا قبيله قلت لك كنتيخ فيك؟ ايه اجي كنتيخ فيك اجي انا كنتيخ انا اجي انا كنتيخ في خالتي ولكن ما تجبدنيش المهم حنا هاد الثقه هادي غنزلو بجوجنا اللور انا صعيب زيد وكسكسو غير واحد بعدا تيكون الكريز بزاف بسم الله الرحمن الرحيم واحد اليد ولا جوج؟ هي يد وحده باش لقيتي باش ندير ترخانه دابا انا راه يد جوج كاع غادي هكا يا دابا انا مابقاش كنتي قربي عندي باش انت خاصني انا ديك لا خويا بالله صافي كنتي خايف راه ما غادي نشدك انا في يديك زيد بحالك والله زيدي خصني نطيح من هنا واش طيح وراه انت مكنصص انت مكنصص اصلا واش مكنصص هي دير معظم الترخاء اي الترخاء تنطلق مو دابا يطيح اش بان لكم سير كاين اللي كيطيح طيحي لا ما نطيحش انت اللي عندك طيح ها شبان لك لا لا مزيان هادشي مزيان اجي جربيها انت ولكن انا ما نطقتش فيه ناري اخوتي يا فاتكم انا كنتيق ولكن راه عادني بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام خرجت في ما بغيتش
انا نقرب لك باش ما تخافش. لا بعد باش ما تخافش. شفت الله ليا فمي با والعائله كامله واش تي شتي غلط جوجيتي شتي هنا عندك انت تقرا انا ما تخافش راه صافي ما تقول حوايج يلا صافي باي باي. لا اخوتي والله الا خلعوا اقسم بالله رجليا مشلوا عليا مشلوا عليا. دابا غنشوفوا هادو واش غادي يثيقوا في يونس ولا لا، حيت نتوما الجوج ما يمكنش ليا نثيق في هادو. هادو راه تلقى عندهم شي حساب وعلى تلقى الاخر ما نثيقش فيكم. يلا سير ثقي فيه ولا كنتيش خايفه. خايفه لا انت نتوما يونس سير سيري عليه هي عليه ثقي ثقي فاتيزا 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 خوتي عاتي من بعد محاولات طويله طويله دعاء الثقه العميه ما تاقت. شوفوا شوفوا اش داير شوفوا سيري هبطي 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 شوفوا كيفاش هاب هي جابها ولا 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 يلا فاطمه الزهراء يلا زيدي ما ما متيش ما كاينش كسكسو انا فاطمه الزهراء ما تخافيش خوافه هذيك خوافه غنشوفوا دابا بسلامه صافي مشيتي غنشوفوا دابا خوتي دعاء واش غاتثق فيا ولا لا جاي لا باش دابا انت بحال هاكا ملي دعاء خايفه هو داير عطيني كي تجي هنا انا جيت بسم الله توكل على الله يا فتح يا رزاق يا رب اسمح لي دعاء دعاء باش كتحسي وما عرفتش خاوتي الليل يلا يلا هرطي والله ما تخافش وما قديش ندير رجلي هكا بحال قبيله عاودي هادي لا لا شوف رجليها كترعد فاطمة زهراء قبيله ما دازت دازي دابا عافيه ما تخافيش ارتاح من قبيله عافاك صافي خليها خليها صافي خليها عليك صافي ولكن واخا هكا راه انايا ثقت فيك وهي ثقت فيك وحنا تقلق بعضياتنا ولكن ها هي قليله الثقه صافي انا نثق يلاه ثق يا ثق لا 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 انت انت ثق قليله النيه زيدي دير النية دير النية ضرب البوطة وتخرج انا لا نضرب في الحجر ونسني دير النية والله ما تخافي ورحمتك والله المهم انا راه كنصوركم غير شي تصوير ديال كنصوركم غير شي تصوير ديال الوالدة افتحي يا واردة هبطي هبطي كنصوم كنصوم نوريكم كيفاش كنت هبطت اش كديري هبطي الرجل الاخرى اللي شفتي هبطي ماشي تهبطي وهبطي هكا هي بغاكا ما تخافيش تهبطي 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 عليا هانتي هانتي زوج الدين هاري زوج الدين يلا ها واش هاد يلا زيد انا هبط انا وياك الكاميرا ونقول شي حاجه زوج الدين زوج الدين هانتي دي ودينا فراسكم هي اول اكثر وحده دابا دارتها سرعتها اكثر وحده سرعتها شتو راه مايله منها الارض دابا خوتي وصلنا للنهايه ديال الفيديو صراحه الله صراحه لحقاش ما نموتوش لحقاش نتوما عمركم طويل بحال السلوكي ايوا دابا 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 طلعنا اجا دابا ما هبطنا هذا الجبل هذا كيما جميعا ما يخوتي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب وكذلك تفعلوا باش يبقى دائما يوصلكم جديد يلا تشوفوا الجديد.